وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد عادل عسومي رئيس البرلمان العربي، مرحبا بك في نشرة الثالثة. كيف تصف أهمية زيارة الرئيس المصري إلى مملكة البحرين في توطيد العلاقات البحرينية المصرية في مختلف المجالات؟ مساء الخير أختي الكريمة. طبعا الحقيقة أن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة البحرين ولقاء فخامته مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تكتسب أهمية استثنائية على ثلاثة مستويات رئيسية. أولها المستوى الثنائي المرتبط بما يجمع البلدين من علاقات أخوية وطيدة، وهي علاقات رسخها التاريخ على مر العصور واكسبها خصوصية فريدة متميزة يحرص قادة البلدين على تعزيزها على كافة المستويات. العلاقات البحرينية المصرية أصبحت نموذج مثالي يحتذى به للعلاقات العربية العربية. والمستوى الثاني الذي يجسد أهمية هذه الزيارة هو البعد الإقليمي المرتبط بما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة تستدعي أن يكون هناك تشاور وتنسيق مستمر، خاصة في ظل حرص صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب الفخامة الرئيس السيسي على حماية الأمن والنظام العربي ضد أي تدخلات إقليمية تستهدف مخدرات الشعب العربي. والمستوى الثالث هو البعد الدولي المرتبط بما تشهده الساحة الدولية من تطورات أمنية وسياسية واقتصادية وانعكاساتها المباشرة على أمتنا العربية، مما يستدعي أيضا تنسيق مباشر بين قادة البلدين لبحث أفضل السبل للتعامل مع هذه التطورات وتحييد تداعياتها السلبية على شعبنا العربي العزيز. طبعا نحن كبرلمان عربي أختي الكريمة ندعم هذه التوجهات وهذه اللقاءات الحاسمة التي تأتي في توقيت شديد الأهمية. كلنا لأن هذا اللقاء الثنائي الهام يجسد إدراك عبر صاحب الجلالة الملك المفد المعظم وصاحب الفخامة الرئيس المصري لخطورة المتغيرات الراهنة، ونعتبر هذا اللقاء نقطة تحول نوعية سيأتي ثمارة في تحصيل مجتمعاتنا العربية من التحديات الخارجية بأبعادها المختلفة، ويدعم البرلمان العربي خطوات الزعيمين الكبيرين. ولا شك أن هذه الخطوات المباركة والخيرة ستعود على الأمة العربية بالخير، وستدعم العمل العربي المشترك، والبرلمان العربي يدعم جهود الزعيمين الكبيرين وشيد بكل جهودهم الكبيرة الحريصة على تحقيق أكبر فائدة للأمة العربية والشعب العربي. سعادة السيد عادل عسومي رئيس البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.